بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد اخر محاضره في التراك بتاع 411. هناخد فيه اتنين ميدول صغيرين جدا ولزاز ما فيهمش اي حاجه. الميدول الاولاني اسمه Configuring Encryption and Advanced Auditing، والميدول الاخير عندنا اللي هو المونترنج ويندوز سيرفر 2012. التلاته توبكس دول لزاز جدا ما فيهمش اي حاجه، فهتعرفوهم دلوقتي وكده نبقى خلصنا التراك بتاع 411. Configuring Encryption. Configuring Encryption هنا بيكلمك ان انت ازاي تعمل انكريبت للداتا بتاعتك. انت عندك فولدر او عندك فايلز عايز تشفرها. ليه عايز اشفرها؟ عشان مفيش يوزر تاني يجي يخش ويغير لي في الداتا بتاعتي او ان هو يموديفاي على الداتا بتاعتي، فاشفرها عشان مفيش حد غيري يفتحها. ده اللي هو الانكريبشن. في الميديول دوت بيكلمك ازاي تنكريب من خلال الويندوز بقى. الويندوز العادي بتاعنا، ويندوز 7، ويندوز اكس بي، ويندوز 8، اي حاجه يعني اي ويندوز اقدر ان انا انكريبت الفايلز من خلاله. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني اللي هو الادفانسد اوديتنج، بيقول لك انت دلوقتي عايز تراقب حاجه معينه. انت عندك في النتورك محتاج ان انت تراقب موظف معين، او محتاج ان انت تراقب فولدر معين، عايز تعرف مين بياكسس الفولدر دوت، او مين بيحاول ياكسسه، او مين دلت او مين ما دلتش، او مين عدل. محتاج تعمل اوديت على موظف عمل لوجن امتى، حاول يعمل لوجن امتى. الكلام ده كله اسمه ايه؟ اسمها اوديتنج. فهنعرف ازاي نعمل الحاجات دي. مونترنج ويندوز سيرفر دوت بيقول لك ازاي ان انت تمونيتور. تمونيتور يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اشوف السيرفر بتاعي دوت، الهاردوير والسوفت وير، عايز اشوف البرفورمانس بتاعهم، الاداء بتاعهم. ليه؟ عشان لو في حاجه محتاجه ان انا اعمل لها ابجريد اعمل لها ابجريد. يعني انا حاسس ان السيرفر دوت بطيء معايا، لما اجي اعمل مونترنج هلاقي مثلا ان البروسيسور مش مستحمل، جايب اخره من الاخر يعني. فانا افهم ان البروسيسور دوت محتاج ان هو يتعلم، محتاج ان هو يتعمل له ابجريد، اجيب له مثلا بروسيسور تاني يساعده، او اجيب رامه جنب الرامه اللي شغاله عشان الرامه اللي شغاله مش مستحمله الضغط اللي عليها. فده اسمه مونترنج. من خلاله بعمل امبروفمنت للايه؟ للبرفورمانس بتاعه السيرفر، سواء بقى سوفت وير او سواء هارد وير. يعني ايه سوفت وير او هارد وير؟ يعني سواء كومبوننتس موجود في السيرفر، رام، هارد ديسك، بروسيسور، او سواء حاجه انا مسطبها على السيرفر، مثلا مسطب دي ان اس، مسطب دي اتش اس بي، عايز اعمل مونترنج على الدي اتش اس بي عشان احسن الاداء بتاعه، احسن الاداء بتاع السيرفيس دي. ماشي، فتعالوا ناخد الحاجات دي بسرعه كده. من خلال التاسك مانجر بقدر برضه اشوف البرفورمانس، هنشوفها دي ان شاء الله. طيب فتعالوا بسرعه كده نخش مثلا على جهاز كلاينت. الجهاز دوت ده جهاز ويندوز 8، هنطبق عليه الحاجات اللي هي بتاعت الايه؟ الاثنين مديول دول. فتحت هنا الويندوز 8، اجي مثلا ماي كمبيوتر جوه الاي، واروح اعمل مثلا فولدر، وجوه الفولدر دوت عملت مثلا فايل تكست وكتبت فيه مثلا اشتغلت عليه. اوكي، فكده فايل وفيه داتا. وجيت مثلا عندي صورة، دي الداتا بتاعتي. الداتا بتاعتي دي محتاج ان انا اشفرها عشان مفيش حد غيري يستخدمها. طيب هشفر ازاي؟ قال لك هتيجي ببساطه خالص على الفولدر، رايت كليك، تجيب البروبرتيز بتاعته. في البروبرتيز هنا هتلاقي ادفانس، تخش جواها ببساطه خالص تلاقي حاجه اسمها انكريبت الكونتينتس تو سيكيور داتا، تعلم عليها كده وتقول له اوكي. فلما تقول له اوكي ابلاي، فيقول لك انت عايز تابلاي للفولدر ده اونلي ولا للفولدر والسب فولدرز. الفرق بين الاثنين، لما اقول له ابلاي للفولدر ده هو هيعمل انكريبت للفولدر، الفولدر البيرنت، الحاجات اللي تحتيه مش هيحصل لها انكريبت. طب انا استفدت ايه؟ قال لك ان انت بعد كده لما تيجي تحط حاجه في الفولدر ده هتنزل مشفره، لكن حاليا الحاجه اللي جوه الفولدر مش هتتشفر. فدي اللي هي ابلاي تشينج تو ذيس فولدر اونلي. طب انا عايز اشفر الفولدر واشفر اللي جوه الفولدر،
اخد اللي تحت ديت ابلاي تشينج تو ذيس فولدر والسب فولدرز والفايل. اوكي اوكي لما شفرت الفولدر بان لي عندي باللون الاخضر. اللون الاخضر يعني الداتا دي متشفره. لو عامل لها كومبريشن بالويندوز، لو جيت رايت كليك بروبرتيز ادفانس وقلت له لو سمحت انا عايز اكمبريس، عايز اضغط، هيخليها لي باللون الازرق. ماشي. طيب لما اخش جوه هنا هلاقي الداتا بتاعتي باللون الاخضر برضو اتشفرت. انا اليوزر اللي عملت تشفير للداتا دي، فبالتالي مفيش مشكله، هقدر ان انا افتح الايه الداتا. احنا بنتكلم بقى ان احنا هنعمل لوج اوت، هنيجي هنا نعمل ساين اوت ونخش بيوزر تاني. اي يوزر عارف، حتى الادمنستريتور. هو جهاز ورك جروب ولا ايه؟ طيب تعالوا مثلا نشوف يوزر تاني، نكريت يوزر نجرب عليه. نيجي هنا في مانج، لوكال يوزر اند جروبس يوزرز، الادمنستريتور معمول له ديم، الادمنستريتور معمول له ديسيبل. نخش كده ونشيل الايه الديسيبل، نخليه انيبل. ابلاي. اوكي. بيقول لي هنا لازم تحط باسورد قبل ما تعمل له انيبل. سيت باسورد. اوكي. تمام. هعمل ساين اوت بقى. وبيرخم يرخم. لسه نسيبه، احنا حطيناه بحصه بس نسينا نشيل التسيبه. هقول له هنا انا عايز اخش بمين؟ بالادمنستريتور. الراجل الادمنستريتور ده الراجل الكبير بتاع الجهاز، يعني المفروض ان هو يقدر يخش ويفتح اي حاجه. دخل ادمنستريتور، هو الراجل ده المفروض ان هو ايه؟ زي ما قلنا بيعمل اي حاجه. لو دخل هنا في الايه؟ لقى ان في داتا وباللون الاخضر يعني متشفره بتاعت اليوزر اللي اسمه خالد. طب لو جه حاول يفتحها اكسس از نايل، انت مش مسموح لك. الراجل خالد شفر الداتا ديت ومفيش حد يقدر يفتح الداتا دي غير خالد، حتى الادمنستريتور دخل على الفولدر. قدر يخش على الفولدر، لكن الفايلز تعالى يفتح الصوره انت مالكش ان انت تفتح. مفهوم كده؟ طيب عارف لو جيت، لو جيت هنا في ماي كمبيوتر، انا بتكلم لوكالي، ممكن الكلام ممكن يكون على اللوكال يوزرز، ممكن يكون على الدومين يوزرز، مش مشكله. لو جيت هنا في يوزرز ورحت مدلت خالد دوت، خلاص انسى الداتا دي يا معلم، مفيش حد يقدر يفتحها، لان خلاص خالد اللي انت عملت بيه التشفير اتدلت من عندك. حتى لو دلته وجيت عملت اسم تاني بنفس الاسم خالد، ليه؟ لان انا لما باجي اشفر الويندوز، الويندوز بيشفر من خلال السيد بتاع اليوزر. احنا قلنا اليوزر بيبقى ليه ايه؟ سيد اي دي اللي هو السكيورتي ايدنتيفاير بتاعه، اللي هو زي الرقم القومي. فانا لما جيت اشفر دلوقتي خالد خد تشفير على الايه؟ السيد بتاعه. فلو دلت وعملت يوزر جديد باسم خالد برضه هياخد سيد جديد، مش هو خالد الاولاني. مفهومه ديت؟ اكونت جديد.
طيب انا دلوقتي لو عندي مثلا نسخه ويندوز وفيها مشكله ومحتاج ان انا اعمل ري انستول، عايز انزل نسخه جديده، هل معنى ذلك ان خلاص الداتا ديت مش هقدر استخدمها؟ لان انا لما اطير النسخه القديمه هتطير باليوزرز بتوعها. لو في يوزر عامل تشفير لداتا وانا طيرت النسخه، هل معنى ذلك ان هو مش هيفتح الداتا دي تاني؟ قال لك لا، قال لك انت لما بتعمل انكريبت التشفير دوت بيعمل انكريبت من خلال حاجه اسمها كي، حاجه اسمها سيرتيفيكت كي، مفتاح. يعني انا مشفر اهو الداتا واديت المفتاح بتاع التشفير لخالد، خالد لما يخش باليوزر بتاعه هو معاه المفتاح فهو اللي يقدر يفتح. اي يوزر تاني غير خالد لما يجي يخش مش معاه المفتاح فمش هيفتح. طب هل اقدر ان انا اعمل اكسبورت للكي دوت؟ قال لك اه تقدر. ارجع تاني لخالد، تعالوا هنا نعمل نخش بخالد. انا رجعت ودخلت بخالد، خالد هو اللي مشفر الداتا، يروح عليا كده. خالد بيقدر يفتح، لما يجي يفتح الفايل بيفتح معاه. طيب انا عايز بقى اعمل ايه؟ عايز اعمل اكسبورت للكي عشان اخليه على جنب، عشان لو محتاج يوزر تاني يفتح الداتا ديت يفك الشفره دي يستخدم الكي دوت، او انا عايز اطير النسخه وانزل نسخه جديده فهعمل يوزر جديد بسيت اي دي جديد، فمحتاج ان انا اديله الكي اللي هيفتح له التشفير ده. ارجع تاني رايت كليك على الفايل بروبرتيز، هلاقي عندي حاجه اسمها ادفانس، هلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ ديتيلز. لما اخش جوه ديتيلز فبيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي اليوزر اكسس للفايل ده هو خالد اللوكال اللي على الجهاز ده. لو عايز تقاد حد ممكن تقاد حد من هنا، عايز تريموف حد ممكن تريموف حد من هنا، عايز تباقه بالكي اه لو سمحت انا عايز اباقه بالكي. اخش كده فبيقول لي ويلكم للسيرتيفيكت، هيقول لي ويلكم للسيرتيفيكيت اكسبورت ويزارد نيكست. هنا حاجات خاصه بالسيرتيفيكيشن ان شاء الله هناخدها في ال 412، فهنكمل دلوقتي ونقول له نيكست. هنا بيقول لي طيب الكي اللي انت هتطلعه دوت هيبقى زي فايل، عباره عن فايل، الفايل ده عايز تحط له باسورد بحيث ان مفيش حد لو حد قدر مثلا يلاقي الفايل اللي هو الكي اللي هو من خلاله هقدر ان انا افك التشفير. انا عايز احط باسورد على الكي اللي انا هستخدمه في فك التشفير عشان لو حد لقى الفايل دوت الكي دوت برده ما يقدرش يفك التشفير. فقول له احط لي باسورد مثلا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. نيكست. فهنا بيقول لي طيب الفايل اللي هو الكي دوت عايز تسميه ايه؟ مثلا هنا هسميه كي. طب عايز تحطه فين؟ براوز هنا وقول له مثلا حطه لي على السي، نزله لي هنا كي سيف. ماليش بيرميشن ان انا احط في السي، خليك في الدي. تمام، هيبقى دوت بي اف اكس، هتفهموا الكلام ده اكتر في السيرتيفيكيت سيرفر ان شاء الله في 412. نيكست فينيش، الكي سكسسفول، خلاص ايه نزل عندنا. اوكي اوكي ابلاي اوكي. تعالوا نرجع تاني للراجل الادمنستريتور اللي هو ما قدرش يفك التشفير بتاع الفايل دي، ساين اوت ونخش بادمنستريتور. الراجل ده يقدر يوصل للداتا ديت في حاله ان هو يستخدم الكي اللي احنا عملنا له الاكسبورت ده، صح كده؟ يعني الراجل ده لحد دلوقتي لو جه يفتح ده يقول له اكسس از دينايد. حاليا ايه؟ اكسس از دينايد. ولا قادر يفتح فايل ولا قادر يفتح صوره. لو راح على الاي دخل جواها كده لقى الايه؟ الكي اللي من خلاله بفك التشفير. يجي دبل كليك عليه كده فيقول له انت عايز فيقول له انت عايز تستخدم الكي للكرنت يوزر بس ليك انت كادمنستريتور ولا لللوكال ماشين للمكنه ككل يعني. فاقول له انا بس نيكست الفايل دوت. اوكي نيكست. طيب لو سمحت ايه الباسورد بقى؟ لازم احط له الباسورد اللي انا حاططها على الفايل ده اللي هي 1 2 3 4 5. نيكست.
هو كمل معايا ليه؟ عشان الباسورد صح. لو الباسورد غلط مش هيكمل. اوتوماتيكلي سيلكت ذا سيرتيفيكيت ستور بيزد اون ذا تايب اوف سيرتيفيكيت. مش عايز اوجع دماغكم بموضوع السيرتيفيكيت النهارده، خليها في 412. نيكست فينيش امبورتد سكسسفول. خلاص هو عمل لها ايه؟ امبورت. طب دلوقتي يقدر يفتح الفايلات؟ تعالوا نجرب. خش هنا افتح ده، فتح وقدر يوصل للداتا. ده موضوع الانكريبشن، وهناخده بشكل اوسع ان شاء الله في 412 مع ايه؟ مع السيرتيفيكت سيرفر. الحاجه الثانيه في موضوع الانكريبشن حاجه اسمها البيت لوكر. يعني ايه بيت لوكر؟ يعني انا عايز دلوقتي احط باسورد على بارتيشن كامل. عندي بارتيشن زي الايه محتاج احط عليه باسورد، اي حد عايز ياكسسه يدخل لي الباسورد وانا ادخله. ده اللي هو البيت لوكر. ممكن اعمل بيت لوكر على فلاشه. فلاشه احط عليها باسورد، اي حد يجي يركب الفلاشه في الجهاز تطلب منه باسورد عشان تفتح. لا، البيت لوكر بيتعمل على مستوى بارتيشن، ما يتعملش على مستوى فولدر. اوكي؟ طيب البيت لوكر بيتعمل على البارتيشن اللي متفورمت ان تي اف اس واللي متفورمت فال، مفيش مشكله. اجي مثلا على البارتيشن ده اللي احنا هنشتغل عليه، رايت كليك، فلاقي عندي حاجه اسمها تيرن اون البيت لوكر، اقول له اوكي. اخش جوايا كده، فبيقول لي انت محتاج تستخدم باسورد ولا محتاج تستخدم سمارت كارد؟ يعني ايه؟ الاولانيه دي هقول له اه انا هحط لك باسورد عشان بعد كده اللي يستخدم البارتيشن ده يدخل لك الباسورد دي. سمارت كارد يعني ايه؟ يعني اللي عايز يفتح البارتيشن ده يعمل سواب لسمارت كارد. فاحنا هنا مش بنستخدم ايه؟ مش بنستخدم سمارت كارد. احنا بنستخدم باسورد. استخدم الباسورد دي. اي حد بعد كده عايز يفتح البارتيشن ده يدخل لك الباسورد دي. نيكست. هنا بيقول لك في حالة ان انت نسيت الباسورد ديت، معنى ذلك ان انت مش هتقدر تفتح البارتيشن ده. طب في الحالة ديت هحتاس؟ اكيد طبعا هتحتاس، حتى لو غيرت الويندوز. حتى لو غيرت الويندوز، يعني واحد يقول لك مثلا اغير الويندوز فالبيت لوكر هيتفك. مش هيتفك. ليه؟ لان انت بتعمله على مستوى البارتيشن، بتعمله على مستوى فلاشة مثلا، ملهاش علاقة بالايه؟ بالويندوز. ففي الحالة ديت بيقول لك انت ممكن ان انت تبرنت حاجه اسمها ريكفري كي. لو انت نسيت الباسورد ممكن تستخدم الريكفري كي. فهنا اقول له بدل ما برنت، انا ما عنديش برنتر، هقول له سيف تو فايل. الريكفري كي انا عايز ايه؟ اسيبها كفايل. تمام اوكي. فكده سيفتها على الديسك توب. نيكست. بيقول لك هنا انكريبت يوز الديسك سبيس اونلي ولا انكريبت انتاير درايف. يعني اعمل لك انكريبت لكل البارتيشن ولا للداتا بس اللي موجوده في البارتيشن، وات ايفر على حسب ما انت محتاجها. نيكس. ستارت الايه؟ الانكريبشن. طبعا خلاص كومبليتد كلوز. فيبدا ان هو يحط لك قفل اهو. لا هي عشان تسمع محتاجه ريستارت. تعالوا كده نريستارت. عشان البيت لوكر يسمع محتاج ريستارت. نيجي دلوقتي مثلا نخش بأي حد، تعال نخش مثلا تاني بالادمنستريتور. جه يخش هنا في ماي كمبيوتر. فلاقي ايه؟ لقى في قفل على الايه، ممنوع ان انت تخش. يجي دبل كليك عليه كده يقول له ادخلك بس دخل لي باسورد. نفس الكلام ممكن يعمله على فلاشه، فلاش ميموري، ممكن يعمله على اي ايه؟ على اي بارتيشن. فلازم ادخل له الباسورد عشان اخش. ادي له الباسورد كده واقول له انلوك. فيروح فاتحه له البارتيشن عادي، اخش للداتا. نسيت الباسورد. نسيت الباسورد تعمل ايه؟ تعالوا نخش بخالد مثلا.
يجي هنا في ماي كمبيوتر محتاج باسورد عشان ايه؟ عشان يفتحه له. تعالوا مثلا نكتب اي حاجه unlock، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي الباسورد اللي انت دخلته غلط. فان كيس بقى ان انت نسيت الباسورد، فتقول اخ انا نسيت الباسورد، طب انا هفتح ازاي بقى الفلاشه دي، او هفتح ازاي البارتيشن دوت. فكون انا بقى عامل الريكفري كي اللي انا كنت خدته، هرجع اجيب الريكفري كي بتاعي. احنا كنا حطيناه فين؟ ايه حطيناه؟ على الديسك توب بس بتاع الراجل الادمنستريتور. يوزرز هنا ادمنستريتور، راسي رفي رفي. تعالوا نرجع نروح للراجل الادمنستريتور. انا كنت سيفت البيت لوكر ريكفري كي هنا على الديسك توب بتاعه. لو فتحته كده هلاقي عندي حاجه اسمها الايدنتيفاير، وحاجه عندي اسمها ريكفري كي. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان كيس ان انت نسيت الباسورد بتاعت البيت لوكر، نسيت الباسورد، ممكن تقول له هنا مور اوبشنز، تخش جواها انتر ريكفري كي، فيفتح لك دي، فتحط له هنا ايه؟ الكي اللي هو ده، تجيبه كده كوبي. طيب اجي هنا في مور اوبشنز انتر ريكفري كي، وابدا ان انا بقى ايه اعمل بيست للكي هنا، واقول له انلوك، فهيفتح معايا. اتفهم موضوع ريكفري كي؟ تعالوا هنا نحط له باسورد انلوك، فدخلنا. طيب ده موضوع الانكريبشن وموضوع البيت لوكر. لو جيت هنا في البيت لوكر برضه ونسيت اقول لكم، ممكن اقول له ايه؟ تشينج البيت لوكر باسورد. لو انا محتاج اغير الباسورد احط له هنا الاولد، وبعد كده النيو، وبعدين اكونفيرم النيو. طب لو انا ناسي الاولد، ممكن اقول له ريسيت الفورجيدن باسورد، انا مش فاكر الاولد، فاروح اعمل ريسيت كده. يقول لي طب مش ما تزعلش، دخل الايه؟ الباسورد الجديده اللي انت محتاجها، ومش هنسالك على القديمه. رايت كليك تاني هلاقي حاجه اسمها مانج البيت لوكر. لما اخش في مانج بيت لوكر يروح مدخلني على الكونسول ده بتاع البيت لوكر، هلاقي عندي ايه؟ باك اب ريكفري كي، ممكن اعمل له باك اب تاني، اتشينج الباسورد، ريموف الباسورد، اد سمارت كارد، تيرن اون اوتو انلوك، يعمل اوتو انلوك، تيرن اوف البيت لوكر لو انا عايز الغيها بقى، عايز الغي البيت لوكر على البارتيشن ده، فيعمل لها العمليه العكسيه اللي هي ديكريبشن. اوكي؟ طيب لو رجعنا هنا بقى تاني في موضوع الادفانسد اوديتنج، في الادفانسد اوديتنج هنا بيقول لك ان انت تقدر ان انت تعمل اوديت على اوبجكت مثلا فولدر معمول له شير، تقدر تعمل اوديت على يوزر، تقدر تعمل اوديت على اي حاجه انت عايزها. تعالوا نشوفها بتتعمل ازاي. هنيجي هنا على سيرفر، وليكن السيرفر ده الدي سي بتاعي، ده الدومين كنترولر بتاعي. السيرفر ده انا مشير عليه فولدر للناس. طيب في ماي كمبيوتر هنا عامل فولدر وعامل له شيل للناس، فولدر مثلا اسمه داتا، وجيت رايت كليك عليه كده بروبرتيز شيرنج ادفانسد شيرنج شير ذيس فولدر ابلاي. اوكي الفولدر ده عامل له شير، الفولدر ده عامل له شيل للناس، فبالتالي الناس بتقدر تاكسسه من خلال النتورك. عايز دلوقتي اعمل اوديت على الفولدر ده، اعرف مين بيحاول ان هو يخش وملوش بيرميشن، مين بيقدر يخش، مين بيدلت، مين بيموديفاي، مين بيعمل اي حاجه. طب هعملها ازاي؟ قال لك تعال على الاوبجكت دوت، على الفولدر ده، ارجع تاني البروبرتيز، خش جوه السكيورتي في ادفانسد. هنا هتلاقي عندك في التابات دي في تاب اسمها اوديتنج، يعني انا عايز اشغل اوديت على الفولدر دوت. في اوديت هنا هقول له انا عايز اد حد نعمل عليه اوديت،
هنأد هنا زبون نعمل عليه مراقبة. مين الزبون؟ هقول له سيلكت البرنسبل الراجل اللي اسمه خالد رزق. الراجل دوت ملهوش ان هو يخش على الفولدر وبيحاول ان هو يخش على الفولدر ده مثلا يعني. تشيك اوكي. طيب الراجل دوت بقى خلاص عملنا له اد. محتاج ان انت تعمل اوديت على ايه بالظبط؟ لو هو حاول يريد، ولا لو حاول ان هو يليست فولدر كونتينز، حاول ان هو يريد اند اكسكيود اللي هي البرميشنز اللي احنا عارفينها. لو دخلت هنا قلت له شو ادفانسد بيرميشن فبيديك حاجات اكتر. عايز تعمل اوديت على خالد، لو حاول ان هو يديليت تعلم له عليها كده، لو حاول ان هو يديليت السب فولدرز تختار بقى الحاجات اللي انت عايز توديت عليها، وفي الاخر تقول له ايه اوكي ابلاي اوكي. دي الخطوه الاولانيه ان انا ايه شغلت الاوديت على الفولدر. الخطوه الثانيه ان انا اروح للجروب بوليسي اجي في الدومين، اجي في الديفولت دومين بوليسي رايت كليك اديت جوه كمبيوتر جوه بوليسي جوه ويندوز سيتنج عليها عندي حاجه اسمها سيكيورتي سيتنج. لوكال بوليسيز اوديت بوليسيز. في اوديت بوليسي هنا هلاقي شويه حاجات بيقول لي انت عايز تعمل اوديت على ايه؟ احنا اتفقنا نعمل اوديت على اوبجكت اللي هو الفولدر اللي معمول له شير. اقول له انا عايز اوديت اوبجكت اكسس. انا اوريدي كنت عاملها قبل كده. هاجي هنا المفروض تبقى كده. هاجي اقول له ايه؟ ديفاين ذيس بوليسي سيتنج. انا عايز اشغل الاوديت بوليسي على الاوبجكت اكسس. طيب عايز تعمل بوليسي على يعني لو حد حاول يوصل للفولدر دوت تعال قول لي. طب اجي اقول لك لو هو عمل سكسيز يعني قدر يفتح الفولدر، ولا لو هو عمل فيلير ما قدرش يفتح. هقول له في الاثنين ابلاي اوكي. انا عايز اوديت مثلا اوديت اكونت لوجن ايفنتس. يعني ايه اوديت اكونت لوجن؟ يعني اليوزر بيحاول يلوجن. لو حد حاول يلوجن تعال قول لي. لما اخش جوايا برضو هي المفروض كده اعمل لها انيبل. طب لو حاول يوصل وقدر، ولا لما ولا لو حاول يوصل وما قدرش. على الاثنين ابلاي اوكي. ابدا بقى احط الاوديت على الحاجات اللي انا عايزها. اوديت مثلا اكونت مانجمنت لو حد حاول يمانج الاكونت، اوديت على البوليسي تشينج، وهكذا. بعد ما اخلص الحاجات اللي انا محتاج اعمل عليها اوديت خلاص انا كده ظبطت الايه؟ ظبطت البوليسي بتاعتي. اجي افتح كده الران، اخش جوه سي ام دي، واعمل فورس للجروب بوليسي ابديت عشان تبدا تسمع. اقول له جي بي ابديت سلاش فورس فيبدا ان هو يطبق الابديت. انا بعمل الكلام ده على مستوى السيرفر اللي بيلعب اكتيف دايركتوري. عمل ابديت للبوليسي بتاعته، انا كده خلاص عملت موضوع الاوديت. طب الخطوه بقى اللي احنا عايزين نعرفها، انا عملت بوليسي او عملت اوديت وقلت للراجل لما حد يحاول يعمل حاجه تعالى قول لي. طب هيجي يقول لي فين؟ قال لك انت تروح في الايفنت فيور. هيجي يقول لك في الايفنت فيور تخش كده في الادمنستريتيف تولز، هتلاقي عندك حاجه اسمها الايفنت فيور. تخش جوه الايفنت فيور، من هنا بقى تقدر ان انت تشوف الاوديت اللي انت طبقته دوت. تخش هنا في ويندوز لوجز تلاقي دي الايفنتس الخاصه بالابلكيشنز، دي الخاصه بالسكيورتي، دي الخاصه بالسيستم. فاحنا الاوديت بنشوفه من خلال ايه؟ من خلال السكيورتي. هنا في سكيورتي هنا بتلاقي كل الايفنتس اللي بتحصل، اي حاجه بتحصل على مستوى الاوديت بيجي يقول لك عليها. يعني مثلا لو فتحنا دي كده دبل كليك عليها يقول لك والله ان في اكونت عمل لوج اوف. طب هو مين الاكونت دوت؟ لو نزلنا تحت كده شويه اكونت نيم اسمه دبليو دي، ده اكونت خاص بالسيستم مش اكونت فعلي يعني. وبيبدا هنا يشرح لك بيقول لك الايفنت دوت حصل له جنريت لما الراجل عمل لوج اوف وهكذا. طيب ابدا بقى ايه اشوف كل الحاجات اللي بتحصل في الايفنت فيور. هنا ممكن يطلع لك
ممكن يطلع لك لوج بمثلا بنوتيفيكيشن، ممكن يطلع لك لوج بورنينج او لوج بايرور. مثلا انت عندك ابلكيشن بتسطبه وحصل فيلير، حصل مشكله، فانت عايز تعرف ايه اللي حصل، ترجع للايفنت فيور تشوف اللوج بتاعه اثناء وهو بيتسطب ايه الفيلير اللي حصل. واخدين بالكم؟ طيب من هنا مثلا، او تعالوا نجرب لو جينا مثلا هنا في، هاجي مثلا على جهاز كلاينت بس الجهاز ده مش جوين دومين، فلسه هعمله جوين دومين واخش بخالد واجرب ان انا اخش جوه الفولدر اللي انا عملت اللي عليه الاوديت واجرب ان انا ادلت او احط حاجه، فيبدا الكلام دوت يسمع هنا في الايفنت فيور. هفتح واحده واحده كده فلاقي ايه، يقول لي اليوزر خالد حاول ان هو ياكسس الفولدر، حاول ان هو يلوجن، حاول ان هو سواء بقى ايه على حسب الاوديت اللي انا مطبقه عندي. تمام. طيب ده موضوع الاوديت، في اي مشكله؟ طيب الحاجه الاخيره بقى اللي هنتكلم عليها موضوع المونترنج. انا دلوقتي احنا فهمنا الفكره بتاعته، الحاجه الاخيره اللي هنتكلم عليها موضوع المونترنج اللي هو اخر ميديول عندي في الايه، في التراك بتاع 411. المونترنج ببساطه الفكره بتاعته ايه، بيقول لك انت دلوقتي السيرفر بتاعك دوت مكون من مجموعه كومبوننتس هاردوير، وانت منزل على السيرفر ده نظام تشغيل، ومنزل جوه نظام التشغيل مجموعه سوفت ويرز، صح كده؟ فبيقول لك ان انت لو محتاج ان انت تقيس اداء الهاردوير بتاعك او تقيس اداء السوفت وير بتاعك، عايز تعمل مونترنج عشان تقيس البرفورمانس، عايز اقيس البرفورمانس مثلا بتاع الرام او بتاع الهارد او بتاع البروسيسور، اشوف هل الراجل دوت مستحمل، عايز اشوف مثلا الرام مستحمله الشغل ولا عليها ضغط كبير، فابدا ان انا اعمل لها ابجريد، اجيب لها رام تاني. عايز اقيس البرفورمانس مثلا بتاع الهارد ديسك، اقيس البرفورمانس بتاع البروسيسور، هل البروسيسور سادد قدام الضغط اللي عليه ولا محتاج ان انا اجيب له بروسيسور تاني. فالبرفورمانس او المونترنج بعملها منين؟ لما بخش هنا في كلمه ستارت في الادمنستريتيف تولز بلاقي عندي كونسول اسمه البرفورمانس، انزل كده الاقي عندي حاجه اسمها ايه، بيرفورمانس مونيتور، اخش جواها كده هلاقي عندي حاجه اسمها ايه، المونترنج تولز بيرفورمانس مونيتور، فيبدا ان هو يعرض لك زي ما انتم شايفين كده، يبدا يعرض لك الاداء بتاع الحاجه بتاعتك. طب انا دلوقتي عايز اقيس الاداء بتاع ايه، بتاع مثلا الرام، اخش هنا اقول له اد، فيبدا يفتح لي ديت. هنا بيجيب لي كل الهاردوير اللي عندي وكل السوفت وير اللي متسطب. يعني هنا بيقول لك انت عايز تقيس الاداء بتاع التي سي بي اي بي فيرجن 4، عايز مثلا تقيس الاداء بتاع البروسيسور مثلا اهوت ده هاردوير، عايز تقيس الاداء مثلا بتاع الدي اتش سي بي، بتاع الدي ان اس، بتاع الدي اف اس. فممكن ان انا اقيس البرفورمانس بتاع سوفت وير او اقيس البرفورمانس بتاع هاردوير. ليه عايز اقيس البرفورمانس؟ عشان اعمل امبروف للبرفورمانس بتاع الحاجه ديت. اجي مثلا اقول له ايه، اقول له انا عايز اقيس الاداء بتاع البروسيسور، داس عليه كده واقول له اد، اوكي. هو اوريدي كان شغال على البروسيسور قبلها، فممكن ادل دول كلهم كده الحاجات اللي هو كان بيقيس عليها. فنقول له اد تاني، بروسيسور لما باجي اختار بروسيسور هنا بلاقي حاجه تحت بيقول لي ايه، اول انستنسز. اول انستنسز ديت يعني ايه، انت ممكن يكون عندك اكتر من بروسيسور، الجهاز راكب فيه اكتر من بروسيسور، فاول انستنسز يعني انا عايز اقيس الاداء بتاعهم كلهم. طب لو انا عايز ايه، اقيس الاداء بتاع بروسيسور واحد، ابدا ان انا هيظهرهم لي كلهم هنا، ده زيرو، ده البروسيسور الوحيد اللي راكب عندي، لو في كذا واحد هيظهر لي هنا، ابدا اسلكت عليه واقول له اد. ماشي؟ كاونتر هنا البروسيسور في كذا حاجه جواه، يعني البروسيسور ذات نفسه في كذا حاجه شغاله جوه البروسيسور، انت عايز تقيس ايه بالظبط جوه البروسيسور، دي اسمها الكاونتر.
ممكن اسلكت عليهم كلهم كده واقول له اد، فيبدا يضيفوا لي هنا ان انا عايز اشتغل على البروسيسور اللي هو زيرو دوت، وبعدين اقول له اوكي، فيبدا هنا بروسيسور شغال وهو بيعمل ايه؟ مونترنج عليه، بيشوف البرفورمانس بتاعه. هو بيقول لك هنا لو النسبه دي عليت عن 80% معنى ذلك ان البروسيسور بتاعك بيقول لك ارحمني، معنى ذلك بيقول لك انا مش قادر، فلازم النسبه تكون ما توصلش ل 80%. ممكن يقيس بالشكل ده، ممكن اغير الشكل دوت هنا في فيو، اقول لك اقول له مثلا هاتولي في شكل ريبورت، فيجيبوا لك البروسيسور اهوت شغال النسب بتاعته اهيت، او ممكن مثلا هاتولي في شكل هيستوجرام بار، واخد بالك بالظبط. طيب نفس الفكره برضو، ان انا لو عايز اقيس ايه، عايز اقيس البرفورمانس بتاع سوفت وير مثلا، وليكن هنا ممكن اقيس اليوز البرفورمانس بتاع اليو اس بي. احنا منزلين هنا في موير ده السيرفر، مثلا الدي اف اس، عايز اقيس البرفورمانس بتاع الدي اف اس ابلكيشن، اد اوكي نفس الكلام، فيبدا يظهره لي هنا كسيرفيس، يعني دي اف اس ريبليكيشن سيرفيس ديت شغاله كويس ولا محتاج ان انا اعمل لها ابجريد، اعمل لها امبروفمنت ولا ايه بالظبط. طيب لو واخدين بالكم ان انا دلوقتي بقيس الاداء كارنتلي يعني حاليا، طب لو انا بقى عايز هو اوتوماتيك كل فتره معينه يحط لي لوج بالبرفورمانس اللي هو بيقيسها، طب لو انا عايزه يسيب بقى المونترنج دوت، يعني انا عايزه مثلا كل يوم يحط لي لوج مثلا اوتوماتيك كده، يسيب لي لوج مثلا في مكان انا هقول له عليه، يقول لي والله ان البروسيسور بتاعك النهارده اشتغل عدى مثلا نسبه ال 80%، او البروسيسور مثلا اشتغل البرفورمانس بتاعه كان كذا، او الرام كان كذا. طب ازاي اعملها ديت؟ اجي هنا في داتا كوليكت، في داتا كوليكتور سيت، اخش هنا في يوزر ديفاين، عليه عندي حاجة اسمها ايه؟ سيرفر مانجر بيرفورمانس مونيتور، رايت كليك عليه كده واقول له لو سمحت نيو، انا عايز اعمل داتا كوليكتور. يعني ايه داتا كوليكتور؟ يعني عايز اعمل فايلز او عايز اعمل لوج بالايه؟ بالبرفورمانس اللي انت بتقيسها دي، بالمونترنج اللي انت بتعمله دوت. فاقول له انا عايز اعمل فايل هقيس بيه مثلا البيرفورمانس، نسميه بيرفورم مثلا، بيرفورمانس كاونتر داتا كوليكتور، اقول له نيكست. هنا بيقول لي طب انت عايز بقى اعمل لك لوج باني مونيتور، او انت عايز تعمل مونيتور على ايه؟ اقول له هنا اد، يدخلك على نفس البتاع اللي احنا كنا فيها ديت. هاجي مثلا اقول له البروسيسور اد اوكي، فحددت له البروسيسور. هنا بيقول لك كل قد ايه اروح اعمل مونترنج على البروسيسور، كل 15 ثانيه ولا كل، على حسب المده اللي انت تحطها له هنا بالظبط، على حسب المده دي كل شويه يروح يعمل مونترنج على البروسيسور ويجيب لك ريبورت بالمونترنج دوت. اوكي فينيش، فخلاص انا عملت الايه، الداتا كوليكتور اهي، لو جيت عليها رايت كليك كده جبت البروبرتيز بتاعتها، فبيقول لي والله انت بتعمل مونترنج على البروسيسور، محتاجني ان انا اعمل لك مونترنج عليه كل 19 ثانيه، محتاج الفورمات لوج بتاعك او اللوج فورمات بتاعك بالباينري. لو دخلت هنا في فايل بيقول لي طب الفايل بقى اللي هو اللوج ده اللي انا هنزل فيه المونترنج ريزلت اسمه بيرفورم، عايز تحطه فين؟ فهنا بيقول لك في السي جوه بيرف لوج سلاش ادمن سلاش سيرف مانجر سلاش بيرفورم دوت بي ال جي. طيب هنا بيقول لك اللوج مود اوفر رايت ولا ابند؟ اوفر رايت، يعني انا دلوقتي بعمل فايل جديد، بعمل فايل جديد فيه الريزلتس بتاعت المونترنج اللي انا عملته، رحت اسيف الفايل فلقيت ان في فايل قديم، اعمل له اوفر رايت يعني امسح القديم واحط الجديد، ولا اعمل ابند؟ اسيب لك الاثنين بتاع امبارح وبتاع النهارده مثلا، مفهوم؟ طيب ابلاي اوكي، هيبدا بقى ان هو يعمل الموضوع بتاع المونترنج دوت كل 15 ثانيه،
ويحط لك الفايل فين؟ في كمبيوتر هنا جوه السي، هتلاقي في فولدر اسمه بيرف لوج. لو رجعنا تاني هنا في حاجه تاني ممكن اقدر اعملها، حاجه زي اليرت. اليرت تنبيه، يعني لو سمحت لما البروسيسور يعدي 80% فمعنى ذلك ان البروسيسور تعبان او محتاج ان انا ابجريد، ابعت لي اليرت بالكلام دوت. اخش برضو هنا في نفس المكان، سيرفر مانجر بيرفورمانس مونيتور نيو داتا كولكتور، انا عايز اعمل داتا كولكتور اسمها اليرت، اخر واحده بقى اللي هي ايه بيرفورمانس كاونتر اليرت نيكست. عايز تعمل مونيتور على ايه؟ نغير بقى المره دي بقى. ندور مثلا على الرام، فين الرام هنا؟ الرام هنا اسمها ميموري. اهي الميموري برضو نفس الكلام، لو انت عايز تقيس حاجه معينه في الميموري اد اوكي. طيب هنا بيقول لك بقى ابعت لك اليرت لما النسبه توصل اباف 1%، اقول له لا، لما النسبه توصل فوق 70% ابعت لي اليرت، او ممكن تقول له بلو، يعني لما النسبة بتاعت الميموري ديت تكون أقل مثلا من 10%، فمعنى ذلك إن الرام ما لهاش حاجة أو ما لهاش شغل، ابعت لي أليرت بالكلام ده، على حسب بقى أنا عايز أعمل إيه هحددها له من هنا. هقول له مثلا أباف 70%، الميموري شغالة بنسبة 70%، لو عليت عن 70% ابعت لي أليرت فينيش، فينزل لي هنا برضو نفس الكلام. لو جيت عليه كده رايت كليك بروبرتيز هلاقي عندي حاجه اسمها ايه، ده اللي احنا عملناه. اخش هنا الاقي حاجه اسمها alert actions، بيقول لك دلوقتي انا هعمل لك alert. هعمله لك ازاي دوت؟ ممكن اقول له اعمل لي log an entry in ايه in the application event log، يعني روح في الايفنت فيور حط لي log بالكلام ده ان الميموري عدت 70%. هنا في alert tasks بيقول لك بقى لو الميموري عدت 70% هل في تاسك انت محتاجني ان انا اعمله لك؟ run this task when an alert is a trigger، لو انا محتاجه يعمل تاسك لما يعدي 70%، واخد بالك؟ طيب اقول له apply اوكي. ده كان الايه الموضوع البرفورمانس، ما بيجيش في امتحان، وده ليك انت لو عايز تستخدمه في الشغل، لكن هو كان كامتحان مش ما بيجيش في امتحانات، ماشي؟ لو جيت هنا رايت كليك على تاسك مانجر، جبت لو جيت رايت كليك على التاسك بار جبت التاسك مانجر، هو انا مقصوص ليه كده؟ برضو الاقي هنا حاجه اسمها بيرفورمانس، برضو نفس الكلام، ادي السي بي يو بتاعي، ادي الميموري بتاعتي، ادي الايثرنت اللي هو كارت النتورك يعني، وكل واحد شغال بنسبه كام؟ يعني الميموري عندي هنا شغال بنسبه 55%، 55% من الميموري شغالين، السي بي يو 6% بس، الايثرنت مفيش اي داتا راحه في النتورك، فالايثرنت هنا زيرو كله بايت، مفيش حاجه بتتنقل حاليا، واخد بالك؟ ده اللي هو الايه، لو عايز اقيس البرفورمانس من خلال تاسك مانجر. برضو نفس الكلام لو جيت هنا، لو جيت هنا في الادمنستريتيف تولز هلاقي برضو حاجه اسمها ريسورس مونيتور، نفس الكلام بتاع التاسك مانجر، ادي السي بي يو عايز اعمل مونيتور عليه، ادي الميموري، ادي الديسك الهارد ديسك بتاعك، ادي كارت النتورك. ده موضوع المونتري كده. كده احنا الحمد لله خلصنا الايه، خلصنا الميديول بتاع 411. حد ليه اي سؤال؟